يعني لو أردنا الآن الدعوة في دعوة الناس في الشارع وتوزيع الكتب، هل يمكن أو لا يمكن؟ هذا نحتاج إلى المطلوب إلى الحكومة. لابد من إذن الحكومة. وإذن الحكومة صعب في فيتنام. صعب. لأن كما تعلم الحكومة الشيوعية. حكومة شيوعية، لكن أغلب الشعب أظن 81% بلا دين. نعم. بلا دين، بدون دين. الله المستعان. طيب، لكن ممكن تتكلم مع شخص واحد، تتكلم معه، كل ما نعم يمكن أن نتكلم. ممكن. الله المستعان. الله ييسر يا ربي.